يا قسنطين حاضرة معكم، أبلغ لكم سلام مدينة أتقنت الحب فسموها بلدة الهوى. أبلغ لكم سلام مدينة نطقها الأدباء شعرا وكتبوها تاريخا أصيل. أبلغ لكم سلام مدينة هي التاريخ قبل ميلاده وعند فجره وبعد أن ولد. أبلغ لكم سلام مدينة تأخذ منك الكلمات لتمنحك نصوصا وشهادات لم تكن لغيرها من المدن. أبلغ لكم تحية قرطة، تحية سرطة، قسنطين اليوم وقسنطين وكما يسموها دائما أبناؤها. هي مدينة الجسور وأعشاش النسور محسن. هي العظيمة وعظمتها من عظمة أبنائها. هي الحضارة على معانيها وتوافرها الزمني. هي يوغورطا وماسينيسا. هي الهوية الجزائرية. هي قسنطين الهوية الجزائرية، وهي كلمات الذكر التي لم تفارق لسان عبد الحميد بن باديسة فيها. هي الصمود، هي الصمود والأزقة التي يشهد لتاريخ البطولات فيها. ربح بطاط وزيغود يوسف خير شاهد عليها. هي الحشمة والحياة والملاية التي رافقت عيون الجميلات فيها. زهور نيسي قسنطينية أصيلة وذكرها ما نسته يوما. أحلام استفانمي التي تنشد كلمة الحب في خاطرها. Oh!
كما سبق لي وأن ذكرت أن جالية قسنطين لما تحلى هي بالصوت النسوي فيها، وأكيد هي حاضرة معنا في هذا المساء. فلة مدينة الحب والهوى قسنطين، سنعيش معكم إلى مرحلة أخرى. إذن يرفع الحايك لنرى الوجه المنير، وجه هذه الجميلة ابنة مدينة قسنطين التي تزف في هذا المساء عروسا لكل الحاضرين ولكل الأحبة ومن أجل أنجيلا بلونش. أكيد تحية على الجزائر، يلا يجمع. إذن لازم نتواصل دائما معكم العرس القسنطيني. فلة هنا تعليلة دوركم، إذن سنشهد معكم تعليلة العروسة. فلة فرقاني حاضرة دائما معكم أنتم أطيب الحضور، متابعة طيبة وتعليقات لا تزال متواصلة معكم.
زهروثة هي سمعتها يا ريت لو كنت عادي واحدة أخرى. وكانت حناولها وشكولها ربما تدخل معي السيدة في الأخير يعني حناولها وشكولها بزوج لويزات حناولها على لويز شكولها المقياس ولا الحزمة وبعد كاين الرشد كاين السؤال إذا والسيدة كلها ربما هذا هو العرس العرس الطفلة هذا هو يدير الطفلة جريتها ثم راهي دارت عرسها ومن بعد يدير الراجل عرسه مازلنا متواصلين دائما معكم محبتنا في العرس القسنطيني وقسنطينة حاضرة بقلبها بأصالتها وبأداتها وتقاليدها أيضا كما سبقت وذكرت السيدة كلها فرقاني بعد الجرية يكون دخول العرس ومن بعد العرس اللي هو أكيد عادة ما يكون بالآليين ويكون بالآلة في نغمة المالوف هذه النغمة التي لا تعزف إلا بحضور ولي صالح ونغمة البوغي دائما تشهد والحاج محمد طاهر فرقاني اللي نحيوه في غيابه واللي هو دائما عميد الأغنية القسنطينية بعد سمعنا يا جماعة كاين بعد العرس الثالث هكا السابع في السابع يقول لك تلبس العروسة كالنور عطيفة ويحزم لها يا أحمد يا محمد وخير الأسماء محمد عليه ألف صلاة وسلام ويقول يلا هاو رشد جا هذه قسنطينة معطاءة دائما وهذه يا زمريتا القسنطينية لازم نتواصل معكم أحبتنا دائما في هذا العرس البهيج وهذه الاحتفالية بعرس مدينة قسنطينة في السابع يديروا العساوة العساوة والعساوة حاضرة معنا في هذا المساء بسحر الكلمات سنشم نسيم الفن هو الحالة والاستثناء والجنون الفني هو المدحة والحضرة لتغني الأولياء الصالحين هو الخامة التي تهبها المقامات إن على صوتها لقسنطينة فن لا يقارن بباقي الفنون ولقسنطينة ابن غيور حمل مشعل الكبار تحت تصفيقاتكم إذن نرحب بفرقة ناس قسنطينة تحت قيادة بوجر عبد الرؤوف المعروف بفوفي القسنطيني أما أنا زكريا أقول لكم ألقاكم بعدها